السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. سمو محافظ الجنوبية يحضر حملة التطهير الاحترازي في مدينة عيسى. المحافظة الشمالية توزع أكثر من 6500 سلة غذائية ضمن حملة غذاؤك في بيتك. مركز الاتصال الوطني ينظم جلسة نقاشية بعنوان التعلم عن بعد من الإنجاز إلى الاستدامة. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية حملة التطهير الاحترازي التي أقيمت في عدد من المرافق العامة بمدينة عيسى، وذلك ضمن مشاركة سموه في حملات التطهير في مناطق المحافظة الجنوبية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وحضور عدد من الضباط من مركز شرطة مدينة عيسى ومشاركة عدد من المتطوعين. وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المحافظة الجنوبية في اتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في تحقيق الشراكة مع مختلف الجهات والأجهزة الأمنية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في إطار التعاون المشترك لضمان سلامة الأهالي والمواطنين وتعزيز الإجراءات الاحترازية لرفع مستوى الوعي والتباعد الاجتماعي. كل شكر وتقدير طبعا لسمو الشيخ خليفة بن علي محافظ الجنوبية على دعمه هذه الفعالية ورعايته، بالإضافة لشكر وتحفيز لشباب الوطن اللي ساهموا في تعقيم الاحترازي في السوق الشعبي عندنا في مدينة عيسى، ولا شك ان هذه الجهود كلها تتكلل في مساندة الفريق الوطني في القضاء على كورونا، وان شاء الله باذن الله عما قريب نسمع الخبر بحيث ان الله يرفع البلاء ان شاء الله عن مملكة البحرين عن جميع دول المسلمين. فرحين اليوم متواجدين في السوق الشعبي ضمن مبادرة من مبادرات كثيرة من محافظة مديرية الجنوبية. طبعا عندنا تعقيم السوق الشعبي للمواطن والمقيم، يعقمون جميع الأشياء طبعا اللي تعامل معاها المواطن والمقيم بشكل مباشر أو غير مباشر. حضورنا اليوم يشرفنا لأن طبعا متواجدين مع الشباب من فريق التعقيم، مع رجال الأمن الله يعطيهم العافية، مع رجال الدفاع المدني، إعلاميين، نواب موجودين معانا، وطبعا احنا كمجلس بلدي بعد متواجدين هنا في هذه المبادرة اللي طبعا مبادرة من المحافظة تحت سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ. ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تأتي حملة التطهير الاحترازي التي قيمت في مساء هذا اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية المحافظة الجنوبية وعدد من الجمعيات والمتطوعين. تأتي هذه الحملات من ضمن سلسلة راح تكون فيها تشمل جميع مناطق المحافظة الجنوبية خلال الفترة القادمة. نشكر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة على هذه المبادرة الطيبة التي يعني اليوم أطلقها لتعقيم مدينة عيسى، وهذا شيء مش غريب على سموه. الحقيقة يعني سموه دوم هو يعني يتواصل مع الأهالي، دوم يعني يسأل عن مشاكل الأهالي، واليوم لله الحمد يعني تلقينا دعوة من سموه إن في مدينة عيسى سوف يتم تعقيم اللي هو أول شيء سوق الشعبي ومرافق سوق الشعبي، وهذا شيء طيب. فلله الحمد يعني مدينة عيسى تفتخر في هذه اللحظة، في هذه الوقت الذي يعني نحس أن جميع الأهالي يكونوا ملتحمين لمشاركة في هذا التعقيم، وهذا شيء يعني واجب وطني علينا احنا كلنا نساند سموه في هذه الحملة. ولله الحمد يعني حملة خطوة جيدة في مدينة عيسى، ولله الحمد يعني احنا عرفنا انه مو بس في مدينة عيسى، في جميع مناطق البحرين. قام محافظ المحافظة الشمالية سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوزيع ما يزيد عن 6500 سلة غذائية على عدد من مؤسسات المجتمع المدني ضمن مشروع غذاؤك في بيتك، وذلك تضامنا مع حملة فينا خير لدعم الأسر البحرينية والمحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا.
وأشار المحافظ إلى حرصه على إيصال هذه السلال الغذائية لمستحقيها الفعليين من خلال الشراكة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توزيع عدد منها على المتضررين من حوادث الحريق والعمالة الوافدة، مشيدا بالمبادرات الخيرية في ظل هذه الجائحة والتي تسهم في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزز من تكاتف المجتمع ومفهوم العطاء الإنساني. أعلن مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عصام العلوي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين سجل الخبراء أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من الخطة التنفيذية لتدشين المبادرة التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إطار إنجاز الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، لافتا إلى أنه تم البدء فعليا في المرحلة الأخيرة للمبادرة، وذلك بالتحضير للإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية حيث يتم حاليا العمل على تصميم واجهة المنصة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عصام العلوي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين. أهلا بك دكتور، بداية ما هي أهداف مبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين؟ أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله مساكم وعلى جميع المشاهدين بكل خير. طبعا المنصة الوطنية لخبراء البحرين تكلمنا عنها اليوم في الصحافة وتكلمنا عن الموضوع، بس حبيت قبل لا بدي بموضوع سجل الخبراء لو تسمحوا لي بس بشكل موجز أتكلم عن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني. طبعا هذه الخطة طبعا أكيد أنا متأكد أن الجميع سمع عنها، اللي هي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وطبعا تدشينها في مارس العام الماضي، وطبعا برعاية وتوجيه من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد، وطبعا الله يحفظه. وبعدين هناك وزارة الداخلية أعدت مشكورة الخطة كاملة، وطبعا هدف الأساسي تعزيز الانتماء والولاء عن طريق عدد من المبادرات من مختلف الوزارات أو عفوا وزارات الدولة ومؤسسات. طبعا احنا كوزارة العمل حصلنا على مبادرتين أو أكثر ولله الحمد قطعنا شوط كبير فيها. طبعا سجل الخبراء من ضمن المبادرات اللي احنا بالفعل وصلنا على المرحلة الأخيرة إن شاء الله، والتدشين بإذن الله يكون في نهاية شهر أكتوبر 2020 يعني بعد 3-4 شهور. وطبعا احنا عملنا بشكل يعني مكثف مع شركائنا هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ما قصروا معنا في جميع خطوات العمل. وطبعا المبادرة هذه تتكلم بشكل عام عن تدشين منصة وطنية تضم قاعدة بيانات فيها جميع يعني راح تشمل إن شاء الله تضم جميع خبراء البحرينيين المختصين في مختلف مجالات علمية كانت فنية، ونوثق إن شاء الله سيرهم العلمية والمهنية بإذن الله. طبعا احنا بيكون يتزامن مع ذلك راح نصدر ان شاء الله دليل استرشادي ينظم العلاقه ما بين الخبير واداره المنصه والجهه المستفيده الرسميه. في ماذا يساهم وجود المنصه الوطنيه لخبراء البحرين؟ طبعا راح يساهم الكثير. احنا راح اولا نحب ان نترك انطباع ايجابي للصوره المشرفه لمملكه البحرين، عندنا خبراء نفتخر فيهم، وراح نقدر في تقدير الكفاءات الوطنيه بلمسه وفاء وعرفان لجهودهم كلها. وطبعا هذه الخبراء راح يكونون قدوه للنشء وللشباب، واللي راح يساعدهم طبعا يحفز الشباب كثير يصيرون يعني خبراء ان شاء الله في المستقبل. طبعا هناك في بعض الاهداف الاساسيه احب اقول بشكل موجز، يعني احنا نريد نستفيد من الخبرات الوطنيه سواء داخل او خارج البحرين، نفرز قدراتنا ونبين افضل ممارسات اللي عندنا، وايضا نريد نحفز من ظهور قدوات وطنيه في قطاعات متعدده، ما يكون في قطاع واحد مثل الهندسه ولا القانون ولا ما شبه ذلك، عندنا يمكن اكثر من 7-8 قطاعات قاعدين نركز عليها ان شاء الله. وطبعا هناك نبي نفعل مجموعات الخبراء وننشر وعي تبادل المعلومات، نبي ايضا نفتح قنوات مشتركه ما بين الخبراء والمؤسسات اللي راح تستفيد من هالخبراء ان شاء الله في المستقبل. وايضا اخيرا انا يعني اعتقد ان هناك عمل نعزز العمل التطوعي مهم جدا والاجتماعي ما بين الخبراء على اساس انه يكون لهم دور في العمل التطوعي ايضا لخدمه بلدهم ان شاء الله. نعم دكتور، متى من المتوقع إطلاق هذه المنصة؟ يعني مثل ما خبرتك في البداية احنا بدأنا العام الماضي في جولاي في 2019 يوليو، واليوم ان شاء الله احنا بإذن الله مع اكتوبر نهاية اكتوبر بإذن الله 2020 على رغم الظروف الصعبة اللي نمر فيها، لكن بإذن الله احنا قادرين راح نطلق ان شاء الله المنصة وتكون جاهزة للجميع بإذن الله. نعم.
الدكتور عصام العلوي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين، شكرا لك. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. وزارة الصحة تفتح باب التوظيف ل16 تخصصا طبيا. أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بياناً حول تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية، إذ أعلن المجلس استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار المرض وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المختصة. كما يدعو المجلس الجميع إلى تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية بالالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظاً على أنفسهم وذويهم ومواطنيهم. كما أكد المجلس أن التزام الناس بالمسؤولية التامة من أهم الأسباب لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام. استمراراً لمبادرة لقاء مع مسؤول حكومي التي أطلقها مركز الاتصال الوطني، نظم المركز جلسة نقاشية عبر الاتصال المرئي مع الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم الأستاذة لطيفة عيسى البنوضة للحديث حول التعلم عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا. وبينت الوكيل المساعد أن التعليم عن بعد حقق نمطاً جديداً من النظم التعليمية القائمة على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي وفرت الوزارة البنية الأساسية لها منذ تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في العام 2005 لإعداد الأجيال الجديدة تأسيسا لمجتمع المعلومات وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وأضافت أن الفصول الافتراضية أسهمت بتعزيز قدرة المتعلمين وتفاعلهم والحصول على تعليم نوعي، التعلم عن بعد المتزامن وغير المتزامن. وأكدت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني أنه وعلى الرغم من حداثة التجربة والظروف الاستثنائية، إلا أن تجاوب الطلبة مع التعلم ومع التقويم عن بعد قد فاق التوقعات، حيث التزمت الغالبية العظمى من الطلبة متابعة الدروس والأنشطة وكذلك الالتزام بأساليب التقويم الاستثنائية. أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التوظيف في البرامج التدريبية التخصصية لحملة البكالوريوس في الطب للعام الأكاديمي 2020، وذلك بشرط أن تكون الشهادات معتمدة من وزارة الصحة، حيث تضم برامج الوظائف 16 تخصصا وهي طب الأطفال وطب النساء والولادة وطب الباطنية والجراحة التجميلية والطب النفسي وطب علم الأشعة وطب الجراحة العامة وطب علم التخدير والعناية المركزة وطب الأمراض الجلدية والتناسلية وطب جراحة العظام وطب الحوادث والطوارئ وطب جراحة المسالك البولية، بالإضافة إلى طب جراحة الأطفال وطب العائلة وأخيرا طب الأسنان. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.